بسم الله الرحمن الرحيم، عبد الله رافد وياكم ورجعت لكم بفيديو جديد. طبعا الفيديو شوي راح يكون سريع مثل ما تشوفون، حتى المايك بيدي ما لحقت اخليه على الكاميرا يعني مد اني اصور. فلذلك خلينا نبدا. اول شيء احنا من زمان ما رجعنا لكم بفيديوهات تخص البوكسينج. الصراحه انا سالت هذا السؤال اكثر من مره. الاجابه الوحيده والاجابه البسيطه اللي اقدر اجاوبها على هذا السؤال، الاجهزه اللي كانت يعني اللي صدرت بزمن النوت 4 او بالاشهر اللي ورا النوت 4 اللي هي الاخير شهرين الراحن، الأجهزة ما كانت تستحق أني أقتنيها وأني أجربها وأسوي عليها ريفيوات، يعني من الآيفون 6 إلى النوت 4 إيدج، يعني ما كل ذاك الاختلاف الجذري. صراحة أنا كان من زمان عاجبني أخذ الـ Z3، بس يعني كان عندي النوت 4 فقلت اوكي خلينا نجرب النوت 4 على مود انه ناخذ انطباع اكثر عليه، ويعني خصوصا مع انه السنه الجديده بدت واحتمال اجهزه جديده راح تنزل. فلذلك بهذا الفيديو راح يكون عندنا الانبوكسنج الخاص بجهاز السوني اكسبيريا زد 3 دول اللي هي النسخه اللي تجي اصدارين او خلينا نقول شريحتين. اول شيء عندنا يجي LTE 4G، يدعم LTE وال4G وال3G، مواصفات حلوة وجهاز فعلا من زمان جت تاني اريد اخذه، مع العلم جت معارض بس حاليا لا. فخلينا ندخل ونشوف الانبوكسنج الخاص بجهاز سوني اكسبيريا زي. طيب نكمل وياكم، خلينا نشوف شنو اللي يجي ويا جهاز سوني اكسبيريا زي 3. في البداية عندنا من هنا من خلف الجهاز عندنا المواصفات الخاصة به مثل الاكس رياليتي فور موبايلز، 4K موفي ريكوردينج، شريحتين، كاميرا هي 20.7 ميجا بكسل، وايضا عندنا المعالج 2.5 اللي هو الكواد كور، وايضا عندنا المقاومة اللي هي الاي بي اتوقع 65 و68، عندنا الواي فاي والديجيتال الخاصة بالصوتيات منهم، وعندنا الهاي ريس اوديو، ومقاوم للماء ويعمل بنظام الاندرويد، تقدر تحصله من الوكيل الخاص بسوني في بلدك. طبعا هاي النسخة مخصصة للشرق الاوسط، 2G 3G LTE AR، اللغة العربية والانجليزية والفرنسية. خلينا ندخل ونشوف شنو الموجود بالبوكس. طبعا هذا هو الجهاز، النسخة اللي وياي هي الجولد، الفرق يعني اتوقع 30 دولار 40 دولار عن النسخ والالوان الباقية. طبعا احترم سوني على هاي الحركة اللي انا تفاجأت بيها، حطوا لك سكرين بروتكتر الخاصة بالجهاز نفسه، الامامية وايضا الخلفية، بحيث الجهاز راح يكون محمي بشكل كامل. خلينا نشوف شنو بعد يجي وياه. طبعا يجي وياه عندنا البلاك الخاص بالشحن اللي هو الثلاثي الخاص بدول الشرق الاوسط، وايضا عندنا المايكرو يو اس بي الخاص بالشحن، وايضا عندنا السماعات اللي اني احترمها اصلا واللي حد الان عندي مال زت وان، معلم ان الجهاز ذبيته، اللي هي سماعات سوني تجي تقنيه الصوت بها خرافيه، وايضا عندنا الخاصه بالتكبير وتصغير بالسماعه. خلينا نشوف شنو اللي يجي هنا. عندنا الكويك ستارت جايد، عندنا البيكوم سوني في اي بي وذ اكسبيريا ليجند، هذا الخاص باكسبيريا طبعا كله باللغه العربيه، عندنا الكويك ستارت جايد باللغه العربيه انجليزيه وايضا اللغه الفارسيه، هذا الوارنتي الخاص بي اللي هي الاس ار اي انفورميشن، التحذيرات الى ما غير ذلك مدمجه في هذه الورقه. خلينا نفتح ونشوف الجهاز شنو طبيعة الحال. طبعا اول شيء الجهاز خفيف، انا هاي سبق ذكرتها على البيج الفيسبوك، قلت الجهاز خفيف الى ابعد الحدود. مثل ما تشوفون عندنا هنا زر، خلينا نحاول نوضح لكم اياها. مثل ما تشوفون هنا عندنا زر التقاط الصور، زر رفع وخفض الصوت، زر التشغيل، وايضا عندنا من هنا منفذ خلينا نحاول نفتحه، منفذ اللي تحط به السيم كارت والمايكرو اس دي كارت من هذا المنفذ، وايضا عندنا من هنا الشاحنه، السيم كارت عفوا سوري غلطت بيانات، عندنا من هنا منفذ الشاحنه ومنفذ المايكرو اس دي كارت، وعندنا هنا الخاصه بالدوك الخاصه بالشحن، وايضا عندنا السماعه الخاصه سماعه خارجيه. من هنا ماكو اي اختلاف، عندنا هنا ايضا الميكروفون انشال مثل ما تشوفون، بالزتو كان المايك هنا نقل صار هنا،
وأيضا عندنا الكاميرا الأمامية والسماعة والسنسرات الخاصة بها. طبعا الجهاز فخم إلى أبعد الحدود فوق ما تتصور، يعني اللي مجرب الجهاز أكيد يعرف ايش راح على شنو دا أحكي يعني. فخم، خلينا نأخذ عن الجولد يعني شفته فخم. وأيضا إنه الجهاز خفيف وأقوى وأحدث من باقي إصدارات سوني بالنسبة لسلسلة الزي، وهذا أخير إصدار من سوني بالنسبة لأجهزة الزد سيريس أو سلسلة الزد. طبعا هذا كان استعراض سريع لما يوجد في الصندوق، ان شاء الله حنجربه فت فترة ونرجع نسوي لكم المراجعة الكاملة. طبعا لهنا انتهى كل شيء، اتمنى ما تنسون تسوون اللايك والشير والسبسكرايب، واذا كنت تشوف القناة اول مرة فسوي لنا سبسكرايب، ان شاء الله راح تعجبك، وعندنا فيديوهات قادمة ان شاء الله يعني على العطلة. لهنا انتهى كل شيء، عبد الله رافد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.